هذا كتاب مختصر فتاوى المصرية لابن تيمية الحراني. بلي. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. يعني فتاوى ابن تيمية الذي اختصره وألفه العالم العمري، لقبوه بأنه أوحد العلماء الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي المتوفى سنة 777. أشرف على تصحيحه صاحب الفضيلة العلامة المحقق السلفي الصالح الشيخ عبد المجيد سليم عليه اللعنة، مفتي ديار المصرية سابقا ورئيس لجنة الفتوى بالأزهار تبع دار الكتب العلمية. أعزتنا المشاهدين، فهذا الكتاب بل كتبها أحد الناس من المعاصرين أو من الذين كان جدا قريب العهد بابن تيمية، وقد أورد فيه فتاواه وسماه الفتاوى المصرية. وهذا الكتاب بل أشرف على تصحيحه شيخ الأزهر مفتي الأكبر بديار المصر ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر تبع دار الكتب العلمية، طبع في دار الكتب العلمية في بيروت لبنان، والسنة سنة الطباعة ليس موجودة. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين انظروا في صفحة 127 حينما يتكلم ليس صفحة 127 بل 250 صفحة 250 بلي. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال المهدي من ولد الحسين سلام الله عليه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه من ولد الحسين سلام الله عليه. أعزتنا المشاهدين، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية هذه الأحاديث صحيحة أم ليس بصحيحة، نحن نثبت لكم ونتكلم عن ذلك. أعزتنا